السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ده أول فيديو في منهج الترم الثاني. أتمنى إن الورق يكون موجود معاك وإنت بتسمع الفيديو وبتتابع معايا واحدة واحدة وبتكتب كل ملاحظاتك. منهج الترم الثاني بالكامل بيتكلم عن المانيوفاكشرنج كوست، تكاليف الإنتاج، اللي هم عبارة عن تكلفة المادة الخام، تكلفة العمالة، وتكاليف الإنتاج الغير مباشر. في البداية هنتكلم يعني إيه مانيوفاكشرينج أو برودكشن، يعني إيه تصنيع أو إنتاج، وهنتكلم عن الفاكتورز أوف برودكشن، عوامل الإنتاج، وهنتكلم عن المانيوفاكشرينج كوست، تكاليف الإنتاج وتصنيفاتها. بعد كده هنبدأ مع أول تكلفة من تكاليف الإنتاج اللي هي الماتيريال، المادة الخام. هنعرف ايه المقصود بكلمة ماتيريال، وهنتكلم عن البريتشيز اوف ماتيريال، كيف تتم عملية شراء المادة الخام، وهنتكلم عن الاشوانس اوف ماتيريال، كيف يتم صرف او استخدام المادة الخام في الانتاج. بعد كده هنتكلم عن الماتيريال انفنتوري سيستم، انظمة مخزون المادة الخام، اللي هم نظامين انت اخدتهم في سنة اولى، اللي هم البيربيتشوال انفنتوري سيستم وبيريودك انفنتوري سيستم. وفي النهاية هنعرف ازاي نعمل جورنالايزنج للماتيريال كوست، ازاي نسجل تكلفة المادة الخام. دي كل الموضوعات اللي هنتكلم عنها في الفيديو ده. نبدأ مع أول حاجة، يعني إيه مانيوفاكشرينج أو برودكشن؟ يعني إيه إنتاج أو تصنيع؟ طبعا إنتاج أو تصنيع هي عملية تحويل المادة الخام لمنتج تام الصنع. عملية تحويل المادة الخام لمنتج تام الصنع ده بنسميها إنتاج أو تصنيع. طبعا عشان انتج لازم يكون عندي عوامل للانتاج. في عندنا 3 عوامل اساسيه للانتاج. العامل الاول اللي هو الماتيريال، الماده الخام. العامل الثاني اللي هو الليبر، العماله. والعامل الثالث اللي هو الاوفر هيد، اللي هي الانشطه المساعده واللي بتسهل من عمليه الانتاج. طب ايه هي المانيوفاكشرنج كوست؟ ايه هي تكاليف الانتاج؟ تكاليف الانتاج 3 انواع من التكاليف. دايركت ماتيريال كوست، تكلفه الماده الخام المباشره. دايركت ليبر كوست، تكلفه العماله المباشره. والحاجه الثالثه مانيوفاكشرنج اوفر هيد كوست، كل تكاليف الانتاج الغير مباشره. طبعا دايركت ماتيريال كوست تكلفه الماده الخام المباشره، ده المقصود بيها تكلفه الماده الخام الاساسيه اللي بتدخل في صناعه المنتج، زي الخشب في صناعه الاساس. الماده الخام الاساسيه اللي بتدخل في صناعه الاساس هي الخشب، يبقى الدايركت ماتيريال كوست عباره عن تكلفه الخشب. الحديد في صناعه العربيات، الحديد هو المادة الخام الأساسية اللي بيدخل في صناعة العربيات، يبقى تكلفة الحديد بنسميها دايركت ماتيريال كوست. تاني حاجة عندنا دايركت ليبر كوست، تكلفة العمالة المباشرة. تكلفة العمالة المباشرة المقصود بها أجر العامل اللي بيصنع، أو أجر العامل اللي بيشغل الآلة اللي بتنتج المنتج اللي عندي. مش أي عامل، ده العامل اللي بيصنع أو العامل اللي بيشغل الآلة اللي بتنتج المنتج. مانيوفاكشرنج اوفر هيد كوست، مانيوفاكشرنج اوفر هيد كوست هي كل تكاليف الانتاج الغير مباشره، كل تكاليف الانتاج الغير مباشره. من امثله المانيوفاكشرنج اوفر هيد كوست الاندايركت ماتيريال، الماده الخام الغير مباشره. الماده الخام الغير مباشره ده ماده نسبتها بسيطه من تكلفه المنتج. اندايركت ليبر كوست، تكلفه العماله الغير مباشره. العماله الغير مباشره عماله ملهاش علاقه بالتصنيع، زي مثلا العامل اللي بينظف المصنع في نهايه اليوم، زي حارس الامن اللي واقف على باب المصنع، دول ما لهمش علاقه بالتصنيع فبنسميهم ان دايركت ليبر. برضك من امثله المانيوفاكشرنج اوفر هيد الكتريستي، الكهرباء اللي بتشغل المصنع، الباور الطاقه اللي بتشغل الالات اللي موجوده في المصنع، ديبريشيشن اهلاك الالات الموجوده في المصنع. كل ده امثله لمانيوفاكشرنج اوفر هيد كوست او ان دايركت مانيوفاكشرنج كوست. طبعا المانيوفاكشرنج اوفر هيد كوست عباره عن ايتمز كتيره جدا ونسبتها بسيطه من تكاليف المنتج، عشان كده الشركة بتجمعهم كلهم في مجموعة. المجموعة دي بنسميها كوست بول، مجموعة تكاليف. يبقى مجموعات التكاليف اللي عندي أو الكوست بول ده المقصود بها إيه؟ ده المقصود بها تجميع لكل قيم الـ Indirect Cost. الكوست بول ده تجميع لقيم الـ Indirect Cost. طبعًا الكوست بول خاصة بـ Indirect Cost بس. ما عنديش حاجة اسمها كوست بول للـ Direct Cost. يعني ما عنديش حاجة اسمها كوست بول للـ Direct Material. ما عنديش حاجة اسمها كوست بول للـ Direct Labor. الكوست بول خاصة بـ N Direct Cost فقط. دلوقتي نقدر نقول إن المانيوفاكشرنج كوست، تكاليف الإنتاج،
عباره عن قيمه الدايركت ماتيريال كوست زائد الدايركت ليبر كوست زائد المانيوفاكشرنج اوفر هيد. مجموع الثلاثه دول يدينا التوتال مانيوفاكشرنج كوست. في عندنا حاجه اسمها برايم كوست وفي عندنا حاجه اسمها كونفرجن كوست. برايم كوست اللي هي التكاليف الاساسيه، وكونفرجن كوست تكاليف التحويل. برايم كوست، برايم كوست بيقولوا عليها ايه؟ بيقولوا عليها اول دايركت مانيوفاكشرنج كوست. برايم كوست هي كل تكاليف الانتاج المباشره. خلي بالك دي كل تكاليف الانتاج. البرايم كوست هي كل تكاليف الانتاج المباشر. يعني معنى ذلك ان البرايم كوست عباره عن دايركت ماتيريال زائد دايركت ليبر. يبقى البرايم كوست عباره عن الاثنين دول، دايركت ماتيريال زائد دايركت ليبر. طبعا اتفقنا ان المانيوفاكشرنج اوفر هيد ان دايركت مانيوفاكشرنج كوست. يبقى البرايم كوست عباره عن ايه؟ عباره عن دايركت ماتيريال زائد دايركت ليبر كوست. طب الكونفرجن كوست، الكونفرجن كوست بيقولوا عليها كل تكاليف الانتاج ما عدا الدايركت ماتيريال. كونفرجن هي كل تكاليف الانتاج ما عدا الدايركت ماتيريال. دي كل تكاليف الانتاج، شيل منها الدايركت ماتيريال، ادي الدايركت ماتيريال. يبقى الكونفرجن كوست عباره عن ايه؟ عباره عن الاثنين دول اللي هم عباره عن دايركت ليبر كوست بالاضافه لمانيوفاكشرنج اوفر هيد. يبقى لو هنتكلم عن البرايم كوست هي دايركت ماتيريال زائد دايركت ليبر، ولو هنتكلم عن الكونفرجن كوست هي دايركت ليبر زائد مانيوفاكشرنج اوفر هيد. لو بصيت على الشكل ده فوق هنا كده هنلاقي دايركت، هنلاقي تكاليف الانتاج كلها دايركت ماتيريال، دايركت ليبر، مانيوفاكشرنج اوفر هيد. طبعا الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر مع بعض بنسميهم برايم كوست، والدايركت ليبر والمانيوفاكشرنج اوفر هيد بنسميهم كونفرجن كوست. اوكي، دلوقتي ايه التكلفه المشتركه ما بين البرايم كوست والكونفرجن كوست؟ لو لاحظت هتلاقي التكلفه المشتركه ما بين البرايم كوست والكونفرجن كوست هي الدايركت ليبر كوست. يبقى الدايركت ليبر كوست هي تكلفه مشتركه ما بين البرايم كوست والكونفرجن كوست. دلوقتي ممكن نقول ان تكاليف الانتاج عباره عن دايركت ماتيريال زائد دايركت ليبر زائد مانيوفاكشرنج اوفر هيد، او ممكن نقول ان تكاليف الانتاج عباره عن برايم كوست زائد مانيوفاكشرنج اوفر هيد. تكاليف الانتاج ممكن نقول عباره عن البرايم كوست اللي هما الاثنين دول بالاضافه للمانيوفاكشرنج اوفر هيد. وبرده ممكن نقول ان تكاليف الانتاج عباره عن دايركت ماتيريال زائد كونفرجن كوست، كونفرجن كوست الاثنين دول بالاضافه للدايركت ماتيريال. يبقى تكاليف الانتاج ممكن نكتبها بثلاث صيغ مختلفه. ممكن نقول ان تكاليف الانتاج دايركت ماتيريال زائد دايركت ليبر زائد مانيوفاكشرنج اوفر هيد، وممكن نقول ان تكاليف الانتاج برايم كوست زائد مانيوفاكشرنج اوفر هيد، وممكن نقول ان تكاليف الانتاج عباره عن دايركت ماتيريال زائد كونفرجن كوست. الثلاثه بنفس المعنى. لو هنتكلم عن اول تصنيف ده ان مانيوفاكشرنج كوست برايم كوست زائد مانيوفاكشرنج اوفر هيد، التصنيف ده بيسموه تراديشنال كلاسيفيكيشن، تصنيف تقليدي للتكاليف. ليه تصنيف تقليدي للتكاليف؟ لان زمان كانت التكاليف الاساسيه لانتاج المنتج حاجتين، الماده الخام والعماله. كان زمان الالات كلها تدار يدوي، ما كانش عندي حاسب آلي، فالالات تدار يدوي، فبالتالي كانت تكلفه العماله حاجه اساسيه للمنتج عشان انتجه. اوكي، يبقى التكليف ده بيسموه تكليف تقليدي لانه بيعتبر ان التكاليف الاساسيه للمنتج الماده الخام والعماله. الماده الخام دي شيء اساسي لانتاج المنتج، والعمالة برضو حاليا شيء اساسي لانها العمالة هي اللي كانت بتشغل الالات اللي بتنتج المنتج اللي عندك. لكن التصنيف الثاني اللي هما المانيوفاكشرنج كوست دايركت ماتيريال كونفرجن كوست بيقولوا عليه مودرن كلاسيفيكيشن، تصنيف حديث. ليه تصنيف حديث؟ لان مع ظهور التكنولوجيا دلوقتي اصبحت كل الالات تدار بالحاسب الالي، فبالتالي اصبحت الاهميه للنسبيه للعامل قليله جدا. العامل ما عادش شيء اساسي للانتاج لان الانتاج او الالات اصبحت تدار بالحاسب الالي. اوكي، يبقى مع ظهور التكنولوجيا اصبح دور العامل في الانتاج منخفض، فبالتالي مفيش اي منطق يقول ان التكاليف الاساسيه اللي هي البرايم للانتاج تتضمن العمال. فعشان كده جمع العماله مع المانيوفاكشرنج اوفر هيد وحطهم في ايتم واحد اسمه كونفرجن كوست. يبقى ده تراديشنال لان زمان كانت العماله شيء اساسي لانتاج المنتج. ده مودرن لان مع ظهور التكنولوجيا والحاسب الالي اصبح تدخل العماله في الانتاج ضعيف جدا، فاصبحت تكلفه العماله مش شيء اساسي في انتاج المنتج اللي عندي. يبقى لو سالتك ايه هو التصنيف التقليدي للتكاليف عباره عن برايم زائد مانيوفاكشرنج اوفر هيد، ولو سالتك على التصنيف المودرن الحديث للتكاليف هو عباره عن دايركت ماتيريال زائد كونفرجن كوست. لو هنشوف بعض الاسئله،
البرايم كوست معناها دايركت ماتيريال بس، ولا دايركت ليبر بس، ولا ماتيريال زائد ليبر، ولا ماتيريال زائد ليبر زائد دايركت اكسبنس. طبعا البرايم كوست هي كل التكاليف المباشره، يعني دايركت ماتيريال زائد دايركت ليبر زائد دايركت اكسبنس. خلي بالك لو الاوبشن سي ده مش موجود عندك كنا اخترنا دايركت ماتيريال زائد دايركت ليبر، لكن طول ما عندي دايركت كوست فده تضاف للبرايم كوست. سؤال تاني، الدايركت ليبر كوست بارت اوف، ومدي لك كونفرجن كوست وبرايم كوست، وتحتهم اربع اختيارات يس ونو. طبعا معروف ان الدايركت ليبر كوست ده جزء من الكونفرجن كوست وجزء من البرايم كوست، يعني الاجابه الصحيحه سي. دلوقتي هنتكلم مع اول عامل من عوامل الانتاج اللي هو الماتيريال، الماده الخام. يعني ايه ماتيريال؟ الماتيريال الاول بيقولوا عليها كلمه ستورز، يعني تتقابل كلمه ماتيريال او ستورز الاثنين بنفس المعنى. الماتيريال بيعرفوها ويقولوا عليها بيزك انجريدينتس، المكونات الاساسيه للمنتج اللي بتتحول في النهايه لفينيشد جود. المكون الاساسي او المكونات الاساسيه للمنتج اللي بتتحول في النهايه لفينيشد جود من خلال استخدام العماله والخدمات اللي موجوده في المصنع اثناء عمليه التصنيع. يبقى الماتيريال هي الماده الخام الاساسيه اللي بتتحول في النهايه لمنتج تم الصنع من خلال وجود عامل بيصنع ومصنع بصنع فيه. عندنا نوعين من الماتيريال، في عندنا حاجه اسمها دايركت ماتيريال وعندنا حاجه اسمها ان دايركت ماتيريال. دايركت ماتيريال الماده الخام المباشره، طبعا ده الماده الخام الاساسيه اللي بتدخل في صناعه الاساس، الماده الخام الاساسيه اللي بتدخل في صناعه المنتج زي الخشب في صناعه الاساس، الحديد في صناعه العربيات. طبعا الدايركت ماتيريال ده مادة خام نسبتها كبيرة من تكلفة المنتج، واقدر احدد قيمتها بدقة لكل منتج على حد. الاندايركت ماتيريال المادة الخام الغير مباشرة، ده مادة نسبتها بسيطة من تكلفة المنتج اللي عندي، زي مثلا الجلو في صناعة الفرنيتشر، زي الغيرة في صناعة الاساس، نسبتها بسيطة جدا من تكلفة المنتج، ما اقدرش احدد قيمتها بدقة لكل منتج على حدة، وبعمل لها اللوكيشن تتوزع على الانتاج اللي عندي بالكامل. يبقى الماتيريال حاجتين، دايركت ماتيريال واندايركت ماتيريال. المحاسبه عن الماتيريال بتتضمن خطوتين. الخطوه الاولى بريتشيز اوف ماتيريال، شراء الماده الخام. والخطوه الثانيه اوشوانس اوف ماتيريال، صرف او استخدام الماده الخام في الانتاج. يبقى انا بشتري ماده خام الاول، بعد كده ابدا استخدمها في الانتاج. ودائما اما نيجي نتكلم عن الماتيريال سواء نظري او عملي، هنتكلم عن البريتشيز اوف ماتيريال وهنتكلم عن الاوشوانس اوف ماتيريال. اما اجي اتكلم في النظري هتكلم عن البريتشيز وهتكلم عن الاوشوانس، وفي العملي نفس الكلام بريتشيز واوشوانس. يبقى الحاجات المتعلقه بالماتيريال حاجتين، ان انا بشتري الماده الخام، بعد كده بستخدم او بصنع الماده الخام. نتكلم عن اول حاجه البريتشيز اوف ماتيريال، شراء الماده الخام. شراء الماده الخام بيتم بالشكل التالي، المخزن ما فيهوش مادة خام، المخزن ما فيهوش مادة خام، فيقوم الستور روم كليرك أمين المخازن باعت حاجة اسمها بريتشيز ريكويزيشن، طلب شراء، يحدد فيه الكمية اللي هو محتاجها ومواصفات المادة الخام اللي هو عايزها ويبعته لمين؟ يبعته للبريتشيزنج ديبارتمنت. تاني، المخزن اللي هو الستور روم ما فيهوش مادة خام، يوم امين المخازن باعت حاجه اسمها بريتشيز ريكويزيشن، طلب شراء، يحدد فيه الكميه اللي هو عايزها ومواصفات الماده الخام اللي هو عايزها ويبعتها لمين؟ للبريتشيزنج ديبارتمنت، قسم الشراء، ده القسم المسؤول عن شراء الماده الخام في المصنع. خلاص قسم الشراء وصلوا البريتشيز ريكويزيشن. بعد كده قسم الشراء يقوم عامل حاجه ثانيه اسمها بريتشيز اوردر، امر شراء، يحدد فيه الكميه والسعر اللي يقدر يدفعه ويبعته لمين؟ ويبعته للسبلاير، المورد، المورد ده الشخص اللي انا هشتري منه الماده الخام. لو السبلاير الكميه عنده متاحه ووافق على السعر يقوم باعت الماده الخام في المصنع. الماده الخام يستلمها قسم اسمه ريسيفنج ديبارتمنت. يبقى ريسيفنج ديبارتمنت القسم ده هيستلم الماده الخام ويعدها ويفحصها ويشوفها مطابقه للمواصفات ولا لا. لو المادة الخام مطابقة للمواصفات ومفيش فيها أي مشكلة يقوم عامل حاجة اسمها Receiving Report، خطاب استلام. وبعد ما يعمل Receiving Report خطاب استلام يقوم باعت المادة الخام
ونسخه من الريسيفنج ريبورت للمخازن العام. تاني، عمليه شراء الماده الخام بتتم ازاي؟ بتتم ان المصنع او المخزن قصدي محتاج ماده خام، يقوم بقى حاجه اسمها بريتشيز ريكويزيشن، يحدد فيه الكميه ومواصفات الماده الخام اللي هو عايزها ويبعته للبريتشيزنج ديبارتمنت. البريتشيزنج ديبارتمنت بعد كده يقوم عامل حاجه اسمها بريتشيز اوردر، يحدد فيها الكميه والسعر اللي يقدر يدفعه ويبعته لمين؟ للسبلاير. السبلاير بعد كده لو الكميه دي عنده متاحه مفيش مشكله، ولو وافق على السعر يقوم باعت الماده الخام للمصنع. الماده الخام ديت يستلمها قسم اسمه ريسيفنج ديبارتمنت، ده قسم استلام، ده القسم اللي بيستلم الماده الخام. القسم دوت بيستلم الماده الخام ويعدها ويفحصها ويشوفها مطابقه للمواصفات اللي طلبها ولا لا. لو الماده الخام مطابقه للمواصفات ومفيش فيها اي مشكله يقوم عامل حاجه اسمها ريسيفنج ريبورت. طبعا الماده الخام الطبيعي ان هي بتتخزن في المخازن، عشان كده بعد ما يعمل ريسيفنج ريبورت يقوم باعت الماده الخام ونسخه من الريسيفنج ريبورت للمخازن اللي عنده. ده باختصار جدا عمليه شراء الماده الخام. لو لاحظت في عندنا ثلاث نماذج تستخدم عند شراء الماده الخام. النموذج الاول اسمه بريتشيز ريكويزيشن، طلب شراء، والنموذج الثاني اسمه بريتشيز اوردر، امر شراء، والنموذج الثالث اسمه ريسيفنج ريبورت، خطاب استلام. يبقى ثلاث نماذج تستخدم عند شراء الماده الخام، بريتشيز ريكويزيشن، بريتشيز اوردر، ريسيفنج ريبورت. لو هنتكلم عنهم شويه بشيء من التفصيل، اولا البريتشيز ريكويزيشن، طبعا تاني البريتشيز ريكويزيشن ان المخزن عايز ماده خام، يقوم عامل طلب اسمه بريتشيز ريكويزيشن وبعته للبريتشيزنج ديبارتمنت. معنى ذلك ان البريتشيز ريكويزيشن ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ريكويست، طلب بيتبعت للبريتشيزنج ديبارتمنت، طلب يتبعت للبريتشيزنج ديبارتمنت عشان اعرفه باحتياجي للماده الخام. يبقى البريتشيز ريكويزيشن طلب بيتبعت للبريتشيزنج ديبارتمنت عشان اعرفه باحتياجي للماده الخام. يبقى هو بيتبعت من الستور روم كليريك، من امين المخازن، للبريتشيزنج ديبارتمنت. طب ايه المعلومات اللي موجوده في البريتشيز ريكويزيشن؟ البريتشيز ريكويزيشن دوت بيحتوي على الكوانتيتي ريكويست، بيبقى متحدد فيه الكميه اللي انا عايزها، ديسكريبشن اوف ماتيريال، وصف للماتيريال دوت، تكلفه الوحده، والدليفري دي، ومطلوب تتوصل امتى. ده المعلومات اللي بتبقى موجوده في البريتشيز ريكويزيشن. اخر حاجه، ايه النسخ اللي بتتعمل منه؟ بيتعمل منه نسختين، الاصل ده اللي بيتبعت للبريتشيزنج ديبارتمنت، يبقى البريتشيز ريكويزيشن يتعمل منه نسختين، اصل وصوره. الاصل يتبعت للبريتشيزنج ديبارتمنت والصوره تفضل مع الستور روم كليريك، مع امين المخازن. يبقى تاني، يبقى البريتشيز ريكويزيشن ده ريكويست بيتبعت عشان اعرف البريتشيزنج ديبارتمنت في احتياجي لماتيريال، وهو بيتبعت من المخازن للبريتشيزنج ديبارتمنت. المعلومات اللي بتبقى موجوده فيه عباره عن الكميه المطلوبه، وصف للماتيريال او الماده الخام اللي انا عايزها، وتكلفه الوحده قد ايه، ومطلوب استلمها امتى. بيتعمل منه نسختين، اصل وصوره. الاصل بيروح للبريتشيزنج ديبارتمنت والصوره بتفضل مع امين المخزن. ده البريتشيز ريكويزيشن. تاني حاجه، البريتشيز اوردر، امر الشراء، كانت العمليه بالشكل التالي، ان خلاص اتبعت بريتشيز ريكويزيشن للبريتشيزنج ديبارتمنت. البريتشيزنج ديبارتمنت بعد كده هيحدد الكميه والسعر اللي يقدر يدفعه ويقوم عامل حاجه اسمها بريتشيز اوردر وبعته لمين؟ بعته للسبلاي. يبقى اولا لو هنتكلم عن البريتشيز اوردر، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ريتن ريكويست بيتبعت لمين؟ للسبلاير. ريتن ريكويست يتبعت للسبلاير لشراء ماده خام بسعر متفق عليه. اوكي، يبقى البريتشيز اوردر ده يتبعت للسبلاير عشان اشتري منه ماده خام بسعر اتفق عليه. يبقى هو بيتبعت من البريتشيزنج ديبارتمنت للسبلاير. طب ايه المعلومات اللي بتبقى موجوده فيه؟ طبعا هو هيتبعت للسبلاير، عشان كده هتلاقي عليه اسم وعنوان السبلاير، الكميه المطلوبه، الدليفري دي، مطلوب استلمها امتى، والبيمنت تير، يعني ازاي اسلوب الدفع، هل هدفع كاش ولا هدفع اون اكاونت. طيب اخر حاجه، ايه النسخ اللي بتتعمل منه؟ بيتعمل منه كذا نسخه. الاوريجينال كوبي ده بتفضل مع البريتشيزنج، الاوريجينال كوبي ده بتروح للسبلاير. يبقى الاوريجينال كوبي ده بتروح للسبلاير. بعد كده في صوره بتفضل مع البريتشيزنج ديبارتمنت، وصوره تانية تروح للاكاونتنج ديبارتمنت عشان يسجل العمليه، ونسخه تروح للريسيفنج ديبارتمنت اللي هو قسم الاستلام. يبقى تاني لو هنتكلم عن البريتشيز اوردر، ده عباره عن ريتن ريكوست بيتبعت للسبلاير عشان اشتري منه ماده خام بسعر متفق عليه، يعني بيتبعت من البريتشيزنج ديبارتمنت للسبلاير اللي عندي. المعلومات اللي بتكون موجوده عليه بيحتوي على اسم وعنوان السبلاير،
الكميه اللي انا عايزها ومطلوب توصل امتى وطريقه الدفع ازاي، هل هدفع كاش ولا اون اكاونت. بيتعمل منه نسخ كتير جدا، النسخه الاصليه ده بتروح للسبلاير، بعد كده نسخه تروح للبرتشيزنج ديبارتمنت، نسخه تانية تروح للاكاونتنج ديبارتمنت عشان اسجل القيمه، والنسخه الاخيره تروح للريسيفنج ديبارتمنت. من الحاجات المثيره جدا ان النسخه اللي بتروح للريسيفنج ديبارتمنت الكميه فيها ما بتكونش متحدده، يعني انا ببعت نسخه من البريتشيز اوردر للريسيفنج ديبارتمنت، ريسيفنج ديبارتمنت ده القسم اللي هيستلم الماده الخام، بس النسخه اللي انا ببعتها للريسيفنج ديبارتمنت ما بقولوش فيها الكميه قد ايه. ليه ما بقولش الكميه قد ايه؟ ما بقولش الكميه قد ايه عشان ما يكونش عارف الكميه اللي هو هيستلمها قد ايه، وبالتالي لما توصلوا الماده الخام يضطر يعدها ويبلغ الاداره بالكميه اللي استلمها. فالشركه بعد كده تقارن ما بين الكميه اللي بعتها السبلاير والكميه اللي استلمها ريسيفنج ديبارتمنت، وبكده تقدر الاداره تتاكد ان الكميه اللي طلبتها من المورد هي نفس الكميه اللي استلمها ريسيفنج ديبارتمنت. عشان كده الكميه او بريتشيز اوردر اللي بيتبعت للريسيفنج ديبارتمنت الكميه فيه ما بتكونش متاحه. متاحه ليه؟ عشان اضمن ان الريسيفنج ديبارتمنت يعد البضاعه ويفحصها. ثالث نموذج عندنا في عمليه الشراء هو ريسيفنج ريبورت. طبعا الريسيفنج ريبورت دوت بيتعمل لما السبلاير يبعت الماده الخام. اولا بيعد الماده الخام وينزلها من العربيات ويفحصها ويتاكد انها مطابقه للمواصفات ومفيش فيها اي عيوب. الريسيفنج ديبارتمنت ده بيتعمل اول ما الكميه تستلم. الريسيفنج ديبارتمنت قسم الاستلام دوت ان بيك، يعني بيفرغ البضاعه بينزلها من على العربيات وكاونت زم يعدها ويتاكد ان مفيش فيها اي عيوب. طالما اتاكد من الكلام ده كله يبدا يعمل اشوانس للريسيفنج ريبورت. طبعا ايه المعلومات اللي بتكون موجوده فيه؟ طبعا بيتسجل فيه اسم السبلاير واليوم اللي هو استلم فيه ومواصفات الماده الخام اللي هو استلمها، كل ده بتبقى موجوده في الريسيفنج ريبورت. طب ايه النسخ اللي بتبقى موجوده منه؟ موجود منه برضو كذا نسخه. اولا الاوريجينال كوبي ده بتفضل، الاوريجينال كوبي ده بتفضل مع الريسيفنج ديبارتمنت، الاوريجينال كوبي تفضل مع الريسيفنج ديبارتمنت. بعد كده بيبعت نسخه للستور روم كليريك لامين المخازن، ويبعت نسخه للبريتشيزنج ديبارتمنت لقسم الشراء، ويبعت نسخه للاكونتس بيبل. طبعا ديبارتمنت بيبعت نسخه للاكونتس بيبل عشان يدفعوا القيمه للسبلاير، وبيبعت نسخه للاكونتنج ديبارتمنت لقسم المحاسبه عشان تسجل العمليه. يبقى ريسيفنج ريبورت ده يتعمل امتى تاني؟ يتعمل لما السبلاير يبعت الماده الخام ويفحصها ويتاكد انها مطابقه للمواصفات وما فيش فيها اي عيوب. يقوم عامل ايه؟ يقوم منزل البضاعه من على العربيات ويعدهم، وخلاص اتاكد ان مواصفاتها سليمه يبدا يعمل ريسيفنج ريبورت. المعلومات اللي بتتحط في الريسيفنج ريبورت اسم السبلاير واليوم اللي هو استلم فيه ومواصفات البضاعه اللي هو استلمها. الكابز اللي بتتعمل منه الاوريجينال، النسخه الاصليه بتفضل مع قسم الاستلام ده، ونسخه تتبعت لامين المخازن، نسخه تتبعت للبريتشيزنج ديبارتمنت، نسخه تتبعت للاكونتس بيبل عشان يدفعوا القيمه للسبلاير، ونسخه تتبعت للاكونتنج ديبارتمنت عشان يسجلوا القيمه. باختصار تاني ممكن نتكلم عن عمليه الشراء كده، ان المخزن ما فيهوش ماده خام، يقوم بعت حاجه اسمها بريتشيز ريكويزيشن، يبعته لمين؟ يبعته للبريتشيزنج ديبارتمنت. بعد كده البريتشيزنج ديبارتمنت يعمل بريتشيز اوردر ويبعته لمين؟ يبعته للسبلاير. السبلاير لو الكميه عنده متاحه وما عندوش مشكله في السعر يقوم باعت البضاعه، يستلم البضاعه منه ريسيفنج ديبارتمنت، طبعا يعد البضاعه ويتاكد انها مطابقه للمواصفات وما فيش فيها اي مشكله. لو اتاكد من الكلام ده كله يقوم عامل ريسيفنج ريبورت. بعد كده يقوم باعت نسخه من الريسيفنج ريبورت بالاضافه للماتيريال للمخازن عشان تتخزن. طبعا لسه في حاجه ناقصه، الحاجه الوحيده اللي ناقصه ان السبلاير وهو بيبعت البضاعه بيبعت معاها الفيندرز انفويس، الفاتوره بتاعه الشراء. هو السبلاير هو اللي بيبيع للمصنع، فبالتالي بيبعت الفاتوره اللي بتحدد بدقه قيمه البضاعه قد ايه. طبعا الطبيعي ان الفيندرز انفويس الفاتوره ديت بعد كده بتروح الكوست اكاونتنج والكوست اكاونتنج او الاكاونتنج ديبارتمنت بوجه عام عشان يدفعوا القيمه للسبلاير. لو بصيت في صفحه 5 عندك هتلاقي بعد النوت الموجوده، هتلاقي مثلا اول نوت يقول لك ان البريتشيز ريكويزيشن يوزد انترنالي. البريتشيز ريكويزيشن اللي هو ده بيستخدم داخليا،
داخليا يعني ايه؟ يعني بين الاقسام الموجوده في المصنع، صح؟ ما انا عندي الستور روم، المخزن ده قسم موجود في المصنع، والبرتشيزنج ديبارتمنت قسم موجود في المصنع. يبقى البرتشيز ريكويزيشن بيتبعت من قسم داخل المصنع لقسم تاني داخل المصنع، فعشان كده البرتشيز ريكويزيشن صح بيستخدم انترنالي داخليا، داخليا يعني بين الاقسام اللي موجوده في المصنع. النوت اللي بعدها يقول لك ان البرتشيز اوردر يوزد اكسترنالي، صح برضه؟ البرتشيز اوردر يوزد اكسترنالي، اكسترنالي يعني ايه؟ يعني بين قسم داخل المصنع وشخص خارج المصنع. والبرتشيزنج ديبارتمنت ده قسم داخل المصنع، والسبلاير ده شخص خارج المصنع ماليش علاقه بيه خالص. ببعت من قسم داخل المصنع لشخص خارج المصنع، ده بسميه اكسترنال. يبقى فعلا البرتشيز ريكويزيشن بيستخدم داخليا يعني بين الاقسام اللي موجوده في المصنع، لكن لما اجي اتكلم عن البرتشيز اوردر ده بيستخدم اكسترنالي خارجيا، يعني بين قسم داخل المصنع وقسم خارج المصنع. ده النوت الثاني. النوت الثالثه يقول لك ايه؟ يقول لك فور بيربوس اوف انترنال كنترول، لاغراض الرقابه الداخليه، يتم فحص كل من برتشيز اوردر receiving report vendor invoice عن طريق شخص محايد. صح جدا، انا عشان اتاكد ان القيم اللي عندي كلها صح لازم اجيب شخص محايد ويفحص لي البرتشيز اوردر والريسيفنج ريبورت والفندر انفويس. الثلاثه دول يفحصهم ويتاكد ان هم مطابقين لبعض، ومفيش عشان اتاكد ان مفيش سرقه او غش. بل اغراض الرقابه الداخليه يجب فحص البرتشيز اوردر والريسيفنج ريبورت والفندر انفويس عن طريق شخص محايد. ده الجزء الاول عندنا في الماتيريال اللي بيتكلم عن البريتشيز اوف ماتيريال. تاني حاجه في الماتيريال اوشوانس اوف ماتيريال. اوشوانس اوف ماتيريال يعني استخدام او صرف الماده الخام للانتاج. خلي بالك لحد كده انا اشتريت الماده الخام، والماده الخام موجوده هنا، موجوده في الستور روم، موجوده في المخزن، وطبعا امين المخازن هو المسؤول عن تخزين الماده الخام وصرف الماده الخام. صرف الماده الخام يعني لو اي قسم في المصنع عايز ماده خام لازم يطلبها من امين المخازن، يقول له ابعت لي ماده خام. يبقى امين المخازن هنا هو اللي مسؤول عن تخزين الماده الخام وصرف الماده الخام. تعال نكمل بقى ان الماده الخام اصبحت موجوده في المخزن وعايز استخدمها، اعمل لها اوشوانس للانتاج. ايه اللي هيحصل؟ تخيل ان قسم الانتاج البرودكشن ديبارتمنت عايز ماده خام عشان يصنعها. فايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان مدير قسم الانتاج او المشرف اللي موجود في قسم الانتاج هيقوم باعت حاجه اسمها ماتيريال ريكويزيشن فورم، يبعتها لمين؟ يبعتها لامين المخازن. لو قسم الانتاج عايز ماده خام هيقوم مدير قسم الانتاج او المشرف اللي موجود في قسم الانتاج باعت حاجه اسمها ماتيريال ريكويزيشن فورم، يقول له انا عايز 10000 وحده من ماده خام بمواصفات معينه. عادي يقوم امين المخازن واخد الطلب ده ويشوف هل عنده الصنف ده متاح ولا لا، هيلاقي ان ال 10000 وحده متاحه بنفس المواصفات اللي طلبهم مدير قسم الانتاج. خلاص هيقوم رايح باعت له ويقول له انا عندي 10000 وحده متاحه بالمواصفات اللي انت طالبها، تكلفه الوحده $10، يعني تكلفه الوحده $10، يعني الماده الخام اللي انا هبعتها لك دلوقتي تكلفتها 10000 وحده في $10 ب 100000. ده اللي بيحصل بالظبط. مدير قسم الانتاج عايز ماده خام، هيقوم باعت حاجه اسمها ماتيريال ريكويزيشن فورم، يبعتها لمين؟ لامين المخازن، يقول له صرف لي 10000 وحده من ماده خام بالمواصفات دي. امين المخازن هيشوف الاصناف اللي عنده، هيلاقي الصنف ده موجود، يقوم باعت له 10000 وحده بسعر الوحده 10، يعني الماده الخام اللي هتتصرف المره دي في الانتاج تكلفتها 100000. طبعا لازم تكون التكلفه محسوبه عشان لما يجي يعرف تكلفه المنتج يقدر يحسبها صح. وقسم الانتاج ده بيصنع منتج، المنتج دوت استخدم فيه ماده خام 10000 وحده سعر الوحده 10، يعني استخدم ماده خام بقيمه 100000. يبقى اما تيجي صعب المنتج هياخد في اعتباره ان الماده الخام اللي استخدمها في انتاج المنتج ده تكلفتها 100000 وهكذا. اوكي، حد كده في مشكله؟ نكمل. لو هنتكلم عن الاوشوانس اوف ماتيريال بشكل من التفصيل اكتر، يبقى الاوشوانس أوف... يبقى تاني لو نتكلم عن الاوشوانس اوف ماتيريال ان الشخص اللي موجود في المخزن ده اللي مسؤول عن تخزين الاوشوانس بتاع الماتيريال. طبعا عشان اصرف ماده خام من المخزن لازم اعمل حاجه اسمها ماتيريال ريكويزيشن فورم. يبقى الماتيريال ريكويزيشن فورم ده يستخدم ساعه الشراء ولا ساعه الاوشوانس؟ لا، ساعه الاوشوانس فقط. الشراء اتفقنا على ثلاث نماذج اللي هما البريتشيز ريكويزيشن، بريتشيز اوردر، وريسيفنج ريبورت. ده البريتشيز. لكن لما اتكلم عن الاوشوانس اونلي فورم واحد بس، نموذج واحد بس اللي بستخدمه اللي هو الماتيريال ريكويزيشن فورم. طبعا الماتيريال ريكويزيشن فورم ده اللي بيعمله البرودكشن مانجر او الديبارتمنت سوبرفايزر، المدير قسم الانتاج او المشرف اللي موجود في القسم. طبعا الماتيريال ريكويزيشن فورم ده بيحتوي على الكميه المطلوبه
مواصفاتها ايه، وتكلفة الوحدة منها قد ايه، والتوتال كوست قد ايه. في نوت عندك كده يقول لك في النورمال كونديشن. في النورمال كونديشن يعني في الاحوال العادية، الاحوال العادية دي الاحوال اللي بتكون فيها الاسعار ثابتة، يعني سعر المادة الخام ثابت $10 مثلا، سعر المادة الخام. في الاحوال العادية، الاحوال اللي فيها سعر المادة الخام ثابت، بتكون طريقة حساب الماتيريال اشود، المادة الخام اللي بتتباع للانتاج، سهلة فعلا. ده صح. انا في الاحوال العادية السعر عندي $10 للمادة الخام، فهو طلب 10000 وحدة، سعر الوحدة $10، يبقى تكلفة المادة الخام اشود دلوقتي 10000 كام؟ ف10، مفيش اي مشكلة خالص. لكن المشكلة كلها تظهر امتى؟ لما يكون عندك فترات انفليشن، تضخم. تضخم يعني زيادة مستمرة في الأسعار. يعني كل يوم الماتيريال لها سعر، النهاردة ب 10، بكرة ب 11، بعده ب 12، وهكذا. فبالتالي هو لو طلب مني مادة خام، أنا هكون عندي مشكلة في تسعير المادة الخام دي قد إيه؟ هل أديها له بسعر 10، بسعر 11، ولا بسعر 12؟ طبعًا في عندنا طرق لحساب تكلفة المادة الخام لو عندي اختلافات في الأسعار. الطرق دي انت اخدتها في سنه اولى ولسه هتاخدها برضه ان شاء الله في الفيديو الجاي، اللي هم الفايفو واللايفو والافنجو. يبقى المطلوب منك تعرفه لحد دلوقتي ان في الاوقات العاديه او في الامور العاديه، يعني الاوقات اللي الاسعار فيها ثابته، تكلفه الماده الخام بتكون ما فيش فيها مشكله. لكن لما يكون عندي انفليشن بيكون عندي صعوبه في حساب تكلفه الماده الخام. لو هنلخص الكلام ده كله ممكن نلخصه كده، نقول ان عادي المخزن ما فيهوش ماده خام، هيقوم باعت حاجه اسمها بريتشيز ريكويزيشن، يبعته لمين؟ للبريتشيزنج ديبارتمنت. البريتشيزنج ديبارتمنت يحدد الكميه اللي هو عايزها والسعر اللي يقدر يدفعه، ويقوم عامل حاجه اسمها بريتشيز اوردر، وبعته لمين؟ للسبلاير، المورد. المورد لو الكميه عنده متاحه وموافق على السعر، هيقوم باعت الماده الخام، يستلمها منه ريسيفنج ديبارتمنت. طبعا قبل ما يستلمها هيعدها ويتاكد من مواصفاتها انها مطابقه للمواصفات المطلوبه، ولو ما فيش فيها مشكله هيقوم عامل ريسيفنج ريبورت. بعد كده ريسيفنج ديبارتمنت يقوم باعت الماده الخام بالاضافه لنسخه من ريسيفنج ريبورت، ويبعتها للمخزن عشان يخزنه الماده الخام. انا اشتريت الماده الخام واتحطت في المخزن. تخيل بقى ان قسم الانتاج عايز ماده خام عشان يصنعها. قبل قسم الانتاج طبعا السبلاير وهو بيبعت الماده الخام بيبعت معاها الفندر انفويس، فاتوره الشراء. فاتوره الشراء دي بعد كده بتروح للاكونتنج والكوست ديبارتمنت عشان تدفع. اوكي، ده عمليه الشراء. ثلاثه فورم موجودين عندي، بريتشيز ريكويزيشن، بريتشيز اوردر، ريسيفنج ريبورت. ده البريتشيز اوف ماتيريال. ثاني خطوه الاشورنس اوف ماتيريال. قسم الانتاج عايز ماده خام عشان يصنعها، فهيقوم مدير قسم الانتاج باعت حاجه اسمها ماتيريال ريكويزيشن فورم، يبعتها لمين؟ يبعتها لامين المخازن، يقول له صرف لي ماده خام بالكميه قد كده. يقوم امين المخازن باعت له الماده الخام. يبقى الكلام ده كله بيلخص عمليه شراء وعمليه اشورنس اوف ماتيريال، عمليه استخدام الماده الخام في الانتاج. طبعا الفورم كلهم لحد دلوقتي اربعه، ثلاثه بيستخدموا في وقت الشراء اللي هم البريتشيز ريكويزيشن، بريتشيز اوردر، وريسيفنج ريبورت. واحد بيستخدم وقت الاشورنس اللي هو الماتيريال ريكويزيشن. في سؤال مشهور جدا كان جه في سنه قبل كده، كان جه في امتحان قبل كده، كان بيقول لك ان البريتشيز ريكويزيشن انذر نيم، اسم تاني للماتيريال ريكويزيشن فورم، صح ولا غلط؟ البريتشيز ريكويزيشن ده اسم تاني للماتيريال ريكويزيشن فورم، على اساس ان الاسمين قريبين من بعض. طبعا ده خطا تماما، لان البريتشيز ريكويزيشن حاجه والماتيريال ريكويزيشن فورم حاجه تانية. البريتشيز ريكويزيشن يستخدم وقت الشراء، لكن الماتيريال ريكويزيشن فورم يستخدم وقت الاشهر، وقت اصدار او بعت الماده الخام للتصنيع. لو هنشوف بعض الاسئله الام سي كيو موجوده عندك في صفحه 6. لو هنشوف السؤال الاول ده. ده بيتكلم طبعا عن امر سنت ويتبعت لي البريتشيزنج ديبارتمنت. امر بيتبعت للبريتشيزنج ديبارتمنت. ده طبعا على طول بريتشيز ريكويزيشن. طب لو قلت لك سنت فروم بريتشيزنج ديبارتمنت، بيتبعت من البريتشيزنج ديبارتمنت، يبقى ده حاجه ثانيه اللي هو البريتشيز اوردر. لكن تحدد دلوقتي اجابه السؤال ده امر سنت تو يتبعت لي بريتشيزنج ديبارتمنت، يبقى ده على طول بريتشيز ريكويزيشن. شوف سؤال تاني برضك ريكويست بيتبعت للسبلاير. الريكويست اللي بيتبعت للسبلاير اسمه ايه؟ اسمه بريتشيز اوردر. تمام جدا. يبقى الريكويست اللي بيتبعت للسبلاير اسمه بريتشيز اوردر. اخر حاجه، انا واحد من دول ماست بي فيلد اوت، بيتملى هو ان انفنتوري ريموفد فروم ماتيريال انفنتوري تو بي بليسد انتو برودكشن. انهي فورم من دول بتملاه اما تعوز تبعت ماتيريال للانتاج؟ تعوز تبعت ماتيريال للانتاج، ده معناه اشورنس اوف ماتيريال. طبعا لما اجي اعمل اشورنس اوف ماتيريال هو فورم واحد اللي بيتملى عندي اللي هو الماتيريال ريكويزيشن فورم.
فورم واحد اللي احنا بنملاه ماتيريال ريكويزيشن فورم. دلوقتي هنتكلم عن انظمه الماده الخام. طبعا انظمه الماده الخام دول نظامين بيربيتشوال وبيريوديك انفنتوري سيستم. النظامين دول انت اخذتهم في سنه اولى بالتفصيل. قبل ما ادخل في شرحهم لسنه ثالثه هفكرك بيهم من منهج سنه اولى. اوكي، قبل ما اتكلم عن شرح الحاجات دي دلوقتي هفكرك من شرحهم في سنه اولى. كنت في سنه اولى بقول لك كده، بقول لك عندنا نظامين لمعرفه قيمه الكوست اوف جود سولد وقيمه الاندنج انفنتوري. عندنا نظامين لمعرفه قيمه الكوست اوف جود سولد وقيمه الاندنج انفنتوري. النظام الاول اسمه بيربيتشوال انفنتوري سيستم، نظام جارد مستمر. والنظام الثاني اسمه بيريوديك انفنتوري سيستم، نظام جارد دوري. لو هنتكلم عن بيربيتشوال، بيربيتشوال كنت بقول لك كده، بيربيتشوال معناه ان الشركه يوميا تقدر تحدد قيمه الكوست اوف جود سولد وقيمه الاندنج انفنتوري. في اي وقت اقدر احدد قيمه الكوست اوف جود سولد وقيمه الاندنج انفنتوري. ليه؟ لان طبقا لبيربيتشوال الشركه عندها دفتر بتسجل فيه يوميا قيمه الكوست اوف جود سولد وقيمه الاندنج انفنتوري. دفتر كان شكله كده، الخانه الاولى فيه اسمها البرتشيزز، الحاجات اللي انا بشتريها، ده قيمه الكوست اوف جود سولد وده قيمه الاندنج انفنتوري. تخيل ان انا يوم واحد في الشهر اشتريت بضاعه بقيمه 100,000، بعت منها جزء قيمته 60,000، يتبقى عندي جزء قيمته 40,000. ثاني يوم اشتريت بضاعه بقيمه 80,000، بعت منها جزء قيمته 70,000، يتبقى عندي 50,000. طبعا 50,000 لاني اشتريت 80، بعت منهم 70، يتبقى من دول 10 بالاضافه ل 40 باقيين اللي من الفتره اللي فاتت، يعني المتاح عندي يوم اثنين هيبقى عباره عن بضاعه قيمتها 50,000. يبقى بيربيتشوال يوم بيوم اقدر احدد قيمه الكوست اوف جود سولد وقيمه الاندنج انفنتوري. في اي وقت لو عايز اعرف قيمه الكوست اوف جود سولد وقيمه الاندنج انفنتوري، مجرد هفتح الدفتر هبص على يوم واحد هلاقي يوم واحد قيمه الكوست اوف جود سولد ب 60,000 وقيمه الاندنج انفنتوري ب 40,000. لو عايز اعرف الكوست اوف جود سولد وقيمه الاندنج انفنتوري يوم اثنين، هفتح الدفتر هبص على يوم اثنين الاقي قيمه الكوست اوف جود سولد ب 70,000 وقيمه الاندنج انفنتوري ب 50,000. بيربيتشوال يوم بيوم تقدر تحدد قيمه الكوست اوف جود سولد وقيمه الاندنج انفنتوري. يبقى طبقا لبيربيتشوال اقدر احدد قيمه الكوست اوف جود سولد وقيمه الاندنج انفنتوري بعد كل ترانزاكشن، بعد كل عمليه. برضك الحاجه الثانيه اللي تعرفها طبقا لبيربيتشوال، ايه اللي بيتحسب الاول، الكوست اوف جود سولد ولا الاندنج انفنتوري؟ طبقا لبيربيتشوال اهو لو لاحظت يوم واحد اشتريت، بعد كده حددت الكوست اوف جود سولد، بعد كده حددت الانفنتوري. يوم اثنين اشتريت، بعد كده حددت الكوست اوف جود سولد، بعد كده حددت الاندنج انفنتوري. يبقى طبقا لبيربيتشوال اللي بيتحسب الاول الكوست اوف جود سولد وبعد كده الاندنج انفنتوري. النقطه المهمه جدا بيربيتشوال، يبقى اقدر احدد الكوست اوف جود سولد اولا، بعد كده اقدر احدد قيمه الاندنج انفنتوري، لانها تبقى العكس لو انا شغال تحت بيربيتشوال. كوست اوف جود سولد يتحدد الاول، بعد كده اقدر احدد قيمه الاندنج انفنتوري. الحاجه الثالثه ان البضاعه اللي انا بتاجر فيها تحت بيربيتشوال اسمها انفنتوري. انفنتوري ده اسم البضاعه طبقا لبيربيتشوال، لانها تحت بيريودك هتختلف. يبقى اسم البضاعه طبقا لبيربيتشوال انفنتوري، ده الحساب اللي انا بسجل بيه البضاعه لو انا شغال تحت بيربيتشوال انفنتوري سيستم. الانفنتوري كان عباره عن تي اكاونت بالشكل التالي، جانبين، ده جانب الديبت وده جانب الكريدت. جانب الديبت بتحط فيه البيجيننج انفنتوري وبتحط فيه البريتشيزز، وجانب الكريدت يتحط فيه الكوست اوف جود سولد ويتحط فيه قيمه الاندنج انفنتوري. وطبعا دائما التوتال ديبت بيساوي التوتال كريدت. ده شكل الانفنتوري اللي عندي، جانبين ديبت وكريدت، الديبت بيجيننج انفنتوري وبريتشيزز، والكريدت عباره عن كوست اوف جود سولد واندنج انفنتوري. لو لاحظت البيجيننج انفنتوري والبريتشيز الاثنين دول مع بعض كده كنا بنسميهم انبوت. انبوت يعني البضاعه بتيجي منين؟ البضاعه بتجي لي بيجيننج، بيجيننج طبعا بيجيننج انفنتوري معناها البضاعه اللي باقيالي من السنه اللي فاتت اللي هي موجوده عندي في بدايه الفتره. يبقى الانبوت البضاعه بتجيني منين؟ يا اما بتجيني من حاجات باقيالي من السنه اللي فاتت او حاجات اشتريتها السنه دي. وقيمه الكوست اوف جود سولد وقيمه الاندنج انفنتوري الاثنين دول مع بعض كده بنسموهم اوتبوت، يعني البضاعه بتروح فين؟ البضاعه بتروح فين؟ يا اما كوست اوف جود سولد يعني جزء منها بيتباع، يا اما اندنج انفنتوري بيتبقى عندي. اوكي، يبقى الانبوت دول البيجيننج انفنتوري والبريتشيزز، والاوتبوت ده عباره عن الكوست اوف جود سولد وقيمه الاندنج انفنتوري. ده لو هنتكلم عن بيربيتشوال. بيريوديك، بيريوديك ما كانش كده خالص، ما كانش عندي دفاتر بسجل فيها. بيريوديك ما عنديش دفاتر بسجل فيها. كان اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل كده بالنص،
ان الشركه بتيجي في بدايه السنه اشترت بضاعه مثلا بقيمه 100,000، خلاص هي عارفه انها في بدايه السنه اشترت بضاعه ب 100,000، لا هتسجل بقى وتجيب دفاتر ولا هتعمل اي حاجه، هتفضل تبيع طول السنه، وتيجي في نهايه السنه تقوم فاتحه المخازن وعدى البضاعه الموجوده فيها، تفتح المخازن وتعد البضاعه الموجوده فيها، ده بسميه فيزيكال كاونت. يبقى فيزيكال كاونت معناه جرد المخزن، جرد المخزن يعني انا بفتح المخزن واحسب البضاعه الموجوده فيه قد ايه. يبقى الشركه في بدايه السنه اشترت بضاعه بقيمه 100,000 وفضلت تبيع من البضاعه ديت على مدار السنه، جت في نهايه السنه قامت عامله فيزيكال كاونت، يعني فتحت المخزن وعدت البضاعه الموجوده فيه، لقت ان البضاعه اللي موجوده في المخزن حاليا 40,000. يبقى ال 40,000 ده الجزء اللي اتبقى في نهايه السنه في المخازن، الجزء اللي بيتبقى في نهايه السنه في المخازن ده بنسميه اندنج انفنتوري. يبقى هي لا سجلت ولا عملت اي حاجه، هي عارفه انها شاريه بضاعه بقيمه 100,000 وفضلت تبيع طول السنه، جت في نهايه السنه قامت فاتحه المخزن وقامت عامله فيزيكال كاونت، عدت البضاعه اللي موجوده فيه، لقت ان اللي موجود في المخزن حاليا بضاعه قيمتها 40,000. يبقى ال 40,000 دول اسمهم ايه؟ اندنج انفنتوري. طب وقيمه الكوست اوف جود سولد اللي هي باعته؟ اللي هي باعته ما هي كان عندها بضاعه ب 100، لقت ان الباقي 40، يبقى الكوست اوف جود سولد بالنسبه لها يساوي ال 100,000 ناقص ال 40 اللي هو ال 60,000 اللي عندها. لا سجلت في دفاتر ولا عملت اي حاجه، اشترت وفضلت تبيع طول السنه وجت في النهايه عملت فيزيكال كاونت. من خلال الفيزيكال كاونت حددت قيمه الاندنج انفنتوري، بعد كده حسبت قيمه الكوست اوف جود سولد. يبقى لو هنتكلم عن الترتيب اللي بيتم تحت البريود كده، ان اولا حسبت الاندنج انفنتوري ده اللي اتحسب الاول، بعد كده حسبت قيمه الكوست اوف جود سولد ده اللي اتحسب ثاني. يبقى طبقا للبريودك انفنتوري سيستم اللي بيتحسب الاول هو الاندنج انفنتوري، بعد كده بقدر احسب قيمه الكوست اوف جود سولد. كان عندنا قانون لحساب قيمه الكوست اوف جود سولد كده، كنا بنقول ان الكوست اوف جود سولد بيساوي البيجيننج انفنتوري اضيف عليه البريتشيز يدينا الكوست اوف جودز افيلابل فور سيل، اطرح منه الاندنج انفنتوري الكلام ده يساوي الكوست اوف جود سولد. ده طريقه حساب الكوست اوف جود سولد، بيجيننج اضيف عليه البريتشيز يساوي للكوست اوف جودز افيلابل فور سيل، اطرح منه بعد كده الاندنج انفنتوري يساوي الكوست اوف جود سولد. مثلا تخيل في بدايه السنه عند بضاعه قيمتها 10,000، بعد كده اشتريت بضاعه بقيمه 150,000، يبقى الكوست اوف جودز افيلابل البضاعه المتاحه للبيع تساوي 160,000. كان عند 10 واشتريت ب 150، يبقى المتاح 160. جيت في النهايه لقيت ان الاندنج الباقي 30، الباقي 30 يبقى الكوست اوف جود سولد بالنسبه لي تساوي كام؟ ال 160 ناقص ال 30 تساوي ال 130. القانون ده موجود فقط تحت بيريودك لكنه مش موجود تحت بيرفكشن. اوكي؟ اخر حاجه ان اسم البضاعه تحت بيريودك انفنتوري سيستم اسمها بريتشيزس. يبقى بريتشيزس ده الحساب اللي انا بسجل فيه البضاعه اللي انا بشتريها تحت بيريودك. طبعا بيربيتشوال اسم البضاعه انفنتوري، بيريودك اسم البضاعه بريتشيزس. لو هنعمل تاني مقارنة بسيطة جدا ما بين بيربيتشوال وبيريودك. أولا اسم البضاعة تحت بيربيتشوال انفنتوري. طب اسم البضاعة تحت بيريودك بريتشيز. تاني حاجة تحت بيربيتشوال أقدر أحدد قيمة الكوست أوف جود سولد وقيمة الإندنج انفنتوري بعد كل ترانزاكشن. لكن لما أتكلم عن بيريودك ما بقدرش أحدد قيمة الكوست أوف جود سولد وقيمة الإندنج انفنتوري إلا في نهاية الفترة، إما أعمل حاجة اسمها فيزيكال كاونت. الحاجة التالتة مين اللي بيتحسب الاول؟ تحت بيربيتشوال الكوست اوف جود سولد بيتحسب الاول بعد كده اندنج انفنتوري، تحت بيريودك العكس الاندنج انفنتوري يتحسب الاول بعد كده الكوست اوف جود سولد. اخر حاجه الفيزيكال كاونت مطلوب، فيزيكال كاونت جرد المخزن مطلوب تحت بيربيتشوال ولا تحت بيريودك؟ طبعا فيزيكال كاونت مطلوب بصفه اساسيه تحت بيريودك، الشركه تيجي في نهايه السنه تعمل فيزيكال كاونت، من خلال الفيزيكال كاونت بتحدد قيمه الاندنج، بعد كده تقدر تحسب قيمه الكوست اوف جود سولد. يبقى هو مطلوب بصفه اساسيه تحت بيريودك. طب هو مطلوب تحت بيربيتشوال ولا مش مطلوب؟ مطلوب تحت بيربيتشوال. طب ليه مطلوب تحت بيربيتشوال؟ مطلوب تحت بيربيتشوال لسبب. بيربيتشوال معناه ان انت عندك دفتر مسجل فيه، تخيل ان الدفتر مسجل فيه ان الاندنج انفنتوري 10,000، اندنج انفنتوري يعني البضاعه الموجوده في المخازن ب 10,000. طب عايز تتاكد ان القيمه دي صح، هتعمل ايه؟ هتفتح المخازن وتعد البضاعه الموجوده فيه، هل هي 10,000 ولا لا؟ يبقى الفيزيكال كاونت مطلوب سواء الشركه بتستخدم بيربيتشوال او بتستخدم بيريودك، لكن الهدف منه بس هو المختلف. انا لو بتكلم عن بيريودك الهدف من الفيزيكال كاونت ان انا احسب قيمه الكوست، قيمه الاندنج انفنتوري، بعد كده احسب قيمه الكوست اوف جود سولد. لكن لما اتكلم عن بيربيتشوال الهدف من الفيزيكال كاونت ان انا اتاكد ان القيمه المتسجله في الدفاتر تساوي القيمه الموجوده في المخازن. الهدف من الفيزيكال كاونت
تحت البيربيتشوال، ان انا اتاكد ان القيمه المتسجله في الدفاتر تساوي القيمه الموجوده في المخازن. اخر حاجه تحت البيربيتشوال في عندي اكونت اسمه انفنتوري، جانبين ديبت وكريدت، الديبت في البيجيننج انفنتوري والبيرتشيز، والكريدت في الكوست اوف جود سولد والاندنج. تحت بيريودك بحسب القيم دي من خلال قانون ان الكوست اوف جود سولد بيساوي البيجيننج انفنتوري زائد البيرتشيز يدينا الكوست اوف جودز افيلابل فور سيل، اطرح منه الاندنج انفنتوري الكلام ده يدينا قيمه الكوست اوف جود سولد. يبقى التي اكونت دوت بيربيتشوال لكن القانون دوت بيريودك. اوكي، نفس الكلام ده هيتعاد تاني او موجود تاني في منهج سنه ثالثه، بس بدل ما هنقول كوست اوف جود سولد واندنج انفنتوري، نفس الكلام ده تاني موجود في منهج سنه ثالثه، بس بدل ما نقول كوست اوف جود سولد هنقول كوست اوف ماتيريالز ايشود. بدل كلمه كوست اوف جود سولد هنستخدم كوست اوف ماتيريالز ايشود، وبدل اندنج انفنتوري هنستخدم اندنج ماتيريال انفنتوري. يبقى تاني كنا بنقول عندنا نظامين لمعرفه قيمه الكوست اوف جود سولد وقيمه الاندنج انفنتوري. هنعدل الكلام، بدل ما هنقول كوست اوف جود سولد هنقول كوست اوف ماتيريالز ايشود، وبدل ما هنقول اندنج انفنتوري هنقول اندنج ماتيريالز انفنتوري. يبقى احنا عندنا نظامين تاني لمعرفه قيمه الكوست اوف ماتيريالز ايشود وقيمه الاندنج ماتيريالز انفنتوري، بيربيتشوال وبيريودك. هبدا ببيريودك الاول. بيريودك طبعا على طول بقى تحت بيريودك البريتشيز اوف ماتيريال بيسجل في حساب اسمه بريتشيز اوف رو ماتيريال. طبعا تحت بيريودك اسم الحساب بريتشيز، بس هنا بنعدله نقول بريتشيز اوف رو ماتيريال. يبقى شراء الماده الخام بيتحط في حساب اسمه بريتشيز اوف ماتيريال، لو اشتري ماده خام نحطها في حساب اسمه بريتشيز اوف ماتيريال. طب لو عندي ماده خام باقيه من السنه اللي فاتت، قال لك لو عندك ماده خام باقيه من السنه اللي فاتت دي تتحط في حساب لوحدها ونسميه ماتيريالز انفنتوري بجانب. يبقى بيريودك واحد اما اشتري ماده خام احطها في حساب اسمه بريتشيز اوف ماتيريال. طب لو عندي ماده خام باقيه من السنه اللي فاتت، قال لك عادي لو عندك ماده خام باقيه من السنه اللي فاتت افتح لها حساب لوحدها وسميه ماتيريالز انفنتوري بيجن. يبقى اول حاجه تعرفها ان البيريودك ما بيستخدمش حساب واحد، ده بيستخدم اكتر من حساب. لو اشترى يحط في حساب اسمه بريتشيز اوف ماتيريال، ولو عنده ماتيريال باقيه من السنه اللي فاتت يحطها في حساب تاني مختلف تماما اسمه ماتيريالز انفنتوري بيجن. يبقى بيريودك بستخدم اكتر من حساب. لو اشتريت الحساب اسمه بريتشيز اوف ماتيريال، طب لو عندي ماتيريال باقيه من السنه اللي فاتت احطها في حساب تاني اسمه ماتيريالز انفنتوري بجانب. ثالث حاجه طبعا تحت بيريودك انا لازم اعمل فيزيكال كاونت عشان اقدر احدد قيمه الاندنج ماتيريال في نهايه الفتره. لازم اعمل فيزيكال كاونت عشان احدد قيمه الاندنج ماتيريال في نهايه الفتره اللي عندي. برضك تحت بيريودك لو انا عايز احسب قيمه الكوست اوف ماتيريالز ايشو، كوست اوف ماتيريالز ايشو تتحسب بالشكل التالي، نفس القانون بتاع الكوست اوف جود سولد، بس بدل كوست اوف جود سولد كوست اوف ماتيريالز ايشو. الماتيريال او طريقه حساب الكوست اوف ماتيريالز ايشو، ابدا بالماتيريال انفنتوري بيجن، اضيف عليها البريتشيز اوف ماتيريال، مجموع الاثنين دول يدينا الماتيريال افيلبل فور يوز، الماده الخام المتاحه للاستخدام. بعد كده اطرح منها الاندنج ماتيريال، الكلام ده يدينا الكوست اوف ماتيريالز ايشو. يبقى البيجيننج ماتيريال اضيف عليها البريتشيز اوف ماتيريال يدينا الماتيريال افيلبل فور يوز، اطرح منها الاندنج ماتيريال يدينا الكوست اوف ماتيريالز ايشو. تعالوا نشوف المثال ده. تخيل ان الماتيريال بيجيننج ب 10000، عندي ماتيريال باقيه من السنه اللي فاتت ب 10000، بعد كده اشتريت ماتيريال بقيمه 150، يبقى المتاح 160. جيت في النهايه لقيت الاندنج الباقي 30، كان متاح معايا 160، لقيت ان الباقي 30، يبقى انت بعت ماتيريال او استخدمت ماتيريال قيمتها قد ايه؟ 130 وهكذا. طبعا برضك من الحاجات اللي تاخد بالك منها ان تحت تحت بيريودك ايه اللي بتحسب الاول؟ طبعا بتحسب الاول الاندنج ماتيريال، بعد كده بحسب الكوست اوف ماتيريالز ايشو. عشان كده بيقول لك ايه؟ لا تحت بيريودك انفنتوري سيستم الكوست اوف ماتيريالز ايشو نوت دايركتلي ديتيرمايند، ما تتحسبش بشكل مباشر لكنها اندايركتلي تتحسب بشكل غير مباشر. ان انا احدد الاندنج الاول بعد كده احدد قيمه الكوست اوف ماتيريالز ايشو. يبقى الكوست اوف ماتيريالز ايشو ما تتحسبش بشكل مباشر لانها اخر حاجه بتتحسب. يتحسب قبلها الاندنج ماتيريال، بعد كده احسب الكوست اوف ماتيريالز ايشو. الحاجه الاخيره يقول لك الميجر ايم، الهدف الاساسي من البيريودك. الهدف الاساسي يعني اخر حاجه انت بتحسبها، اخر حاجه انت بتحسبها او الهدف الاساسي من البيريودك ان انا احسب قيمه الكوست اوف ماتيريالز ايشو. يبقى هدف البيريودك ان انا احسب قيمه الكوست اوف ماتيريالز ايشو. اوكي، لو هنشوف مثال شركة اسمها شيري بيبو، شيري بيبو اسم حلو لا وجديد.
شيري بيبو كمباني بتستخدم بيريودك انفنتوري تيست، وعندها المعلومات التالية: كوست اوف ماتيريال ايشود ب 12000، بريتشيز اوف ماتيريال ب 15000، ماتيريالز افيلبل فور يوز ب 19000. ده المعلومات المتاحة. المطلوب هاو ماتش اندنج انفنتوري اكسيد بيجيننج انفنتوري، بقد ايه قيمة الاندنج انفنتوري بتزيد عن البيجيننج انفنتوري. عادي ادالك معلومات وبيسألك بقد ايه قيمة الاندنج بتزيد عن البيجين، مفيش أي مشكلة، هي شركة بتستخدم بيريودك، طبقا لبيريودك ما عنديش إلا القانون ده. إن الماتيريال انفنتوري بيجيننج أضيف عليه البريتشيز أوف ماتيريال يدينا الماتيريال افيلبل فور يوز، أطرح منه الماتيريال انفنتوري اندنج الكلام ده يدينا قيمة الكوست أوف ماتيريالز إيش. لو هنحط المعلومات اللي عندنا، أولا ماتيريال انفنتوري بيجيننج طبعا أنه مجهولة، مجهولة ليه؟ لأنه بيسألنا عنها ومش موجودة في المعلومات. تاني حاجة البريتشيز أوف ماتيريال أهي ب 15000. بعد كده الماتيريال افيلبل فور يوز موجوده اللي هي دي ب 19000. الماتيريال اندنج طبعا مجهوله لانه برضك بيسالنا عنها. بعد كده الكوست اوف ماتيريالز ايشود موجوده بقيمه 12000. ده كل المعلومات الموجوده. طبعا مجهول عندي البيجيننج ومجهول عندي الاند، بس اقدر احسبه. ما هو البيجيننج زائد البريتشيز اللي هم ال 15 يساوي لي 19. معنى ذلك ان البيجيننج المجهول ده يساوي قد ايه؟ 19 ناقص ال 15 اللي هم عباره عن 4000. ده خلاص حسبنا البيجيننج ب 4000. طب الاندنج؟ ما هو ده 19 ناقص الاندنج يساوي 12. معنى ذلك ان الاندنج هيساوي 19 ناقص ال 12 ب 7000. يبقى انا حسبت البيجيننج بقيمه 4000 والاندنج بقيمه 7000. بس مش ده المطلوب. المطلوب بقد ايه الاندنج بيزيد عن البيجيننج؟ عادي ادى البيجيننج ب 4 والاندنج ب 7، يبقى بقد ايه الاندنج بيزيد عن البيجيننج؟ الاندنج بيزيد عن البيجيننج بمقدار 7 ناقص 4 بمقدار 3000. اوكي؟ ده بالنسبة لبيريودك انفنتوري سيستم. تاني حاجة عندنا بيرفيتشوال انفنتوري سيستم. بيرفيتشوال انفنتوري سيستم يقول لك إن البريتشيز أوف ماتيريال يتسجل في حساب اسمه ماتيريالز انفنتوري. يبقى طبقا لبيرفيتشوال انفنتوري سيستم لو اشتريت مادة خام تتسجل في حساب اسمه ماتيريالز انفنتوري كنترول. طب لو عندي مادة خام بقيالي من السنة اللي فاتت، قال لك دي تتسجل أكنها ديبت في الماتيريال انفنتوري كنترول. يبقى تاني لو اشتريت مادة خام تتسجل في حساب اسمه ماتيريالز انفنتوري. طب لو عندي مادة خام باقية من السنة اللي فاتت، قال لك لو عندك مادة خام باقية من السنة اللي فاتت زودها أو حطها أكنها ديبت في الماتيريال انفنتوري كنترول. خلي بالك لو فاكر البريودك، البريودك لو اشتريت مادة خام تتحط في حساب اسمه بريتشيز اوف ماتيريال. طب لو عندك مادة خام باقية من السنة اللي فاتت كنا نفتح لها حساب لوحدها ونسميه ماتيريال انفنتوري بيجيننج، ده كان بريودك. بيربيتشوال كل حاجة تتسجل في الماتيريال انفنتوري. لو اشتريت مادة خام سجلها في الماتيريال انفنتوري. طب لو عندك ماده خام باقيه من السنه اللي فاتت عادي سجلها اكنها ديبت في الماتيريال انفنتوري. طبعا طبقا لبيرفيتشوال هي عندي دفاتر بسجل فيها الكوست اوف ماتيريال ايشد وقيمه الاندنج ماتيريال، عشان كده القيم دي بحسبها بشكل مباشر. مجرد ان انا ابص في الدفتر هعرف قيمه الكوست اوف ماتيريال ايشد قد ايه وقيمه الاندنج ماتيريال قد ايه. طبعا الهدف النهائي من البيرفيتشوال ايه؟ كان اخر حاجه بتتحسب ايه؟ الاندنج ولا الكوست اوف جود سولد؟ طبعا كان اخر قيمه انا بحسبها هي قيمه الاندنج انفنتوري. طبقا للفيرتشوال الميجر اون بتاعه ان انا احسب الاندنج انفنتوري. طبعا تحت بيرفيتشوال عندي حساب اسمه ماتيريالز انفنتوري بالشكل التالي. ده الماتيريال انفنتوري جانبي، ده جانب الديبت وده جانب الكريدت. الديبت موجود في البيجيننج بالانس والبريتشيز، والكريدت موجود في الايشود والاندنج ماتيريال. طبعا الايشود ديت في منهج سنه اولى كان اسمها كوست اوف جود سولد، هي بس الايشود كان اسمها كوست اوف جود سولد. ده البيجيننج وده البريتشيز، وهنا الايشود او اليوزد وهنا الاندنج بالانس. طبعا التوتال ديبت لازم يساوي التوتال كريدت، لحد كده مفيش اي مشكله خالص. طبعا الماتيريال ما تنساش انها حاجتين، دايركت ماتيريال واندايركت ماتيريال. بيقول لك الدايركت ماتيريال اما تستخدمها في الانتاج تتحول لحاجه اسمها ورك ان بروسس. دايركت ماتيريال وين ات از ايشود اما تستخدم تتحول لحاجه اسمها ورك ان بروسس، والاندايركت ماتيريال اما تستخدم تتحول لحاجه اسمها فاكتوري اوفر هيد. احنا عندنا الايشود بتاع الدايركت ماتيريال بنسميه ورك ان بروسس، والاشوانس اوف اندايركت ماتيريال يتحط في حساب اسمه فاكتوري اوفر هيد. الايشود ديت الماده الخام المستخدمه سواء دايركت ماتيريال او اندايركت ماتيريال. اوكي، لو عايز اميزهم يعني احط الدايركت ماتيريال لوحدها والاندايركت ماتيريال لوحدها، الايشود ديت ممكن اشيلها واكتب مكانها ورك ان بروسس بقيمه الدايركت ماتيريال، وفاكتوري اوفر هيد بقيمه الاندايركت ماتيريال. يبقى هو نفس الديبت زي ما هو، ما فيش اي مشكله خالص. الجزء بتاع الكريدت بس، الجزء بتاع الايشود دوت انا ممكن اشيله واكتب ورك ان بروسس بقيمه الدايركت ماتيريال، وفاكتوري اوفر هيد بقيمه الاندايركت ماتيريال.
يبقى الاثنين دول مع بعض اللي هم الورك ان بروسس والفاكتوري اوفر هيد كنترول، دول عباره عن الماتيريال ايشود او الماتيريال يوز. بس الدايركت ماتيريال بنسميها ورك ان بروسس، والاندايركت ماتيريال بنسميها فاكتوري اوفر هيد. اوكي، لو هنبص على بعض النوتس كده الموجوده عندك، النوتس دي كلها موجوده في صفحه 10 عندك. اولا بيقول لك ان بيرفيتشوال انفنتوري سيستم هاز اونلي وان اكونت، لكن بيريوديك هاز مين اكونت. صح، البيرفيتشوال عنده وان اكونت اللي هو ماتيريال انفنتوري، لو اشتريت ماتيريال تتحط في الماتيريالز انفنتوري. طب لو عندي ماتيريال باقيه من السنه اللي فاتت نحطها ديبت في الماتيريال انفنتوري. لكن البيريوديك عنده مين اكونت، كنت بقول لك كده، لو اشتريت ماتيريال تتحط في حساب اسمه بيرتشيز اوف رو ماتيريال. طب لو عندي ماتيريال باقيه من السنه اللي فاتت افتح لها حساب لوحدها واسميه ماتيريال انفنتوري بيجنينج. يبقى البيربيتشوال فعلا هو حساب واحد اللي هو ماتيريال انفنتوري بيجنينج، لكن البيريوديك كذا حساب موجود عنده. طبعا طبقا للبيربيتشوال اقدر اعرف قيمه الاندنج ماتيريال انفنتوري وقيمه الكوست اوف ماتيريالز ايشود بعد كل ترانزاكشن لان عندي دفتر بسجل فيه. لكن بيريوديك ما بقدرش اعرف القيم دي كلها الا لما استنى لنهايه السنه عشان اعمل فيزيكال كاونت. اوكي، طبعا الفيزيكال كاونت مطلوب تحت بيرفيتشوال ولا بيريوديك؟ مطلوب تحت الاثنين. فيزيكال كاونت مطلوب سواء الشركه بتستخدم بيرفيتشوال او الشركه بتستخدم بيريوديك. يبقى بيريوديك انا بعمل فيزيكال كاونت عشان اقدر احدد قيمه الكوست اوف اندنج ماتيريال. تحت بيريوديك قصدي بعمله عشان اقدر احدد قيمه الكوست اوف اندنج ماتيريال. لكن تحت بيرفيتشوال بعمله على الاقل مره في السنه عشان اتاكد ان القيمه الموجوده في الدفاتر تساوي القيمه الموجوده في المخازن، وبالتالي ما عنديش اخطاء. طبعا النوت الاخيره بيقول لك ان البيرفيتشوال بيقدم رقابه افضل عن البيريوديك. ليه بيقدم رقابه افضل عن البيريوديك؟ طبعا لان كل القيم متسجله في دفاتر، فبالتالي عارف قيمه كل حاجه بدقه بعد كل ترانزاكشن. اوكي، اخر نوت واهم نوت موجوده عندك يقول لك كده، يقول لك التوتال بتاع الماتيريال ان سبسيدري ليدجر لازم يساوي التوتال ان ماتيريال انفنتوري كنترول اكونت ان جنرال ليدجر. التوتال بتاع السبسيدري ليدجر لازم يساوي القيمه الموجوده في الماتيريال انفنتوري كنترول جنرال ليدجر. التوتال بتاع السبسيدري لازم يساوي التوتال بتاع الجنرال. الاول بس يعني ايه سبسيدري ويعني ايه جنرال؟ سبسيدري معناها ان انا بفتح حساب لكل عميل على حده. بفتح حساب لكل عميل على حده، يعني تخيل ان انا اشتريت ماده خام من موردين مختلفين. اشتريت ماده خام من مورد اسمه احمد، من مورد تاني اسمه محمد، من مورد تالت اسمه عادل. عادي، ده الماتيريال اللي انا اشتريتها من احمد ب 10,000، وده الماتيريال اللي انا اشتريتها من محمد ب 20,000، وده الماتيريال اللي انا اشتريتها من عادل ب 30,000. ليدجر اكاونت او تي اكاونت لكل عميل او مورد على حده، ده بسميه سبسيدري ليدجر. يبقى تي اكاونت لكل عميل على حده، ده بسميه سبسيدري ليدجر. في عندي حساب تاني للماتيريال ممكن اجمع فيه العملاء دول كله، يبقى ده ال 10,000 ده الماتيريال انفنتوري، دول ال 10,000 اللي انا اشتريتهم من احمد، ودول ال 20,000 اللي انا اشتريتهم من محمد، ودول ال 15,000 اللي انا اشتريتهم من عادل. عادل، حساب للماتيريال بغض النظر عن العميل اللي عندي، حساب للماتيريال بغض النظر عن العميل اللي عندي بسميه جنرال ليدجر. يبقى سبسيدري ده تي اكونت لكل عميل على حده، ده العميل اللي انا اشتريت منه ماتيريال ب 10,000، وده المورد اللي انا اشتريت منه ماتيريال ب 20,000، وده المورد اللي انا اشتريت منه ماتيريال ب 15,000. لكن جنرال ليدجر معناه حساب للماتيريال انفنتوري بوجه عام بغض النظر عن العميل او المورد اللي عنده. طبعا التوتال بتاع السبسيدري اللي هم 10 و20 و15 لازم يساوي التوتال بتاع الجنرال، لان الجنرال هو قيم الجنرال كلها متاخده منين؟ من السبسيدري. يبقى التوتال بتاع السبسيدري لازم يساوي التوتال بتاع الجنرال. لو في اختلاف ما بين التوتال بتاع السبسيدري والتوتال بتاع الجنرال يبقى انا عندي حاجه غلط. اوكي، يبقى اهم نوت عندي ان التوتال بتاع السبسيدري لازم يساوي التوتال بتاع الماتيريال انفنتوري كنترول اكونت ان جنرال ليدجر. اوكي، لو هنشوف مثال موجود عندنا، طبعا مدي لك معلومات بالشكل التالي، والشركه بتستخدم بيربيتشوال انفنتوري سيستم. البيجيننج بالانس 100,000، Additional debit added to account during the period 300,000، Ending balance exceed the beginning بمقدار 20,000. ده كل المعلومات اللي اديها لك، والمطلوب احسب لي الكوست اوف ماتيريالز ايش. مفيش اي مشكله، هي بيرفيتشوال عندي تي اكونت بالشكل التالي، هنا البيجيننج والبرتشيزز وهنا الايشود والاند. لو هنحط المعلومات، اولا البيجيننج بالانس موجود عندي ب 10,000، Additional debits added ده المقصود فيها البرتشيز ب 300,000،
قصدي البيجيننج بالانس تاني ب 100000، واديشنال ديبتس ادد ب 300000 موجود عندي. الايشو، الايشو ده الجزء اللي هو بيسال عنه. طبعا البيجيننج ب 100000 والبريتشيز ب 300000، يبقى التوتال هنا كام؟ 400000. طبعا التوتال ديبت لازم يساوي التوتال كريدت، عشان كده برضو لازم الكريدت يساوي عندي كام؟ 400000. بعد كده قيمه الايشو مجهوله لان ده القيمه اللي بيسال عنها. اخر حاجه الاندنج، الاندنج ماتيريال. الاندنج ماتيريال بيقول لك الاندنج ماتيريال اكسيد البيجيننج ماتيريال بمقدار 20000. الاندنج بيزيد عن البيجيننج ب 20000، البيجيننج ب 100000، والاندنج بيزيد عن البيجيننج ب 20، يبقى الاندنج بكام؟ ب 120. طبعا بقى بسهوله ما عنديش الا مجهول واحد اللي هو الاشونس. معنى ذلك ان الاشونس عباره عن 400000 ناقص ال 120000، يعني 180. 180. لو هناخد سؤال كده ام سي كيو بيقول لك تحت بيريودك انفنتوري سيستم البريتشيز اوف ماتيريال يتسجل في حساب اسمه ايه؟ بيريودك، يبقى البريتشيز اوف ماتيريال يتحط في حساب اسمه بريتشيز اوف ماتيريال، يعني الاجابه سي. لو هنشوف سؤال تاني، طب تحت بيرفيتشوال البريتشيز اوف ماتيريال يتحط في حساب اسمه ايه؟ طبعا بيرفيتشوال البريتشيز اوف ماتيريال بيتحط في حساب اسمه ماتيريالز انفنتوري، يعني الاجابه بي. الاجابه بي. اخر حاجه عندنا في الجزء ده هنتكلم عن جورنالايزنج اوف ماتيريال كوست. ازاي اسجل الماتيريال كوست؟ طبعا اسجل، ما تنساش ان الماتيريال المتعلق بقى حاجتين، بريتشيز واشونز. يبقى انا عايز اسجل البريتشيز اوف ماتيريال واسجل الاشونز اوف ماتيريال. اولا ازاي نسجل تحت بيرفيتشوال؟ ما تنساش ان الماتيريال اللي انا بشتريها تحت بيرفيتشوال بتتحط في حساب اسمه ماتيريالز انفنتوري. عايزين نسجل بقى الماتيريالز انفنتوري اللي عندي. طبعا المتعلق بالماتيريال حاجتين تاني، بريتشيز اوف ماتيريال واشونس اوف ماتيريال. عشان كده احنا بنسجل حاجتين، هنسجل البريتشيز وهنسجل الاشونس اوف ماتيريال. عادي، تخيل ان انا اشتريت ماده خام. لو اشتريت ماده خام هتتحط في الماتيريالز انفنتوري. الماتيريالز انفنتوري ده اسهم، زاد ولا قل؟ زاد، وما يزيد يبقى دبل. ودفعت ثمنها يبقى الكاش زاد ولا قل؟ قل، وهكذا. يبقى لو اشتريت ماتيريال هيسجل كده، هيبقى ديبت الماتيريالز انفنتوري كريدت الكاش او الاكونتس بيبل. طبعا كاش لو دفعت واكونتس بيبل لو لسه ما دفعتش. ده عشان اسجل البريتشيز اوف ماتيريال هيبقى ديبت الماتيريالز انفنتوري كريدت الكاش او الاكونتس بيبل. خلي بالك ده البريتشيز اوف ماتيريال، شراء الماده الخام. لو اشتريت ماده خام بقيمه 10000 هيبقى ديبت الماتيريالز انفنتوري كريدت الكاش او الاكونتس بيبل بقيمه 10000. طب لو اشتريت دايركت ماتيريال بقيمه 10000 نفس الكلام، ديبت الماتيريالز انفنتوري كريدت الكاش او الاكونتس بيبل بال 10000. طب لو اشتريت ان دايركت ماتيريال ب 10000 هيبقى ديبت الماتيريالز انفنتوري كريدت الكاش او الاكونتس بيبل بمقدار ال 10000. طب لو اشتريت دايركت ماتيريال ب 10000 وان دايركت ماتيريال ب 2000 نفس الكلام، هيبقى ديبت الماتيريالز انفنتوري كريدت الكاش او الاكونتس بيبل ب 12000. يبقى البريتشيز اوف ماتيريال يتحط في الماتيريالز انفنتوري. خلي بالك البريتشيز اوف ماتيريال كلها، سواء اشتريت ماتيريال، سواء قلت لك اشتريت دايركت ماتيريال، سواء قلت لك اشتريت ان دايركت ماتيريال، اي ماده خام انت اشتريتها مهما كان نوعها بتسجل ماتيريالز انفنتوري وكاش اور اكونتس بيبل. يبقى لو اشتريت ماده خام هيبقى ديبت الماتيريالز انفنتوري كريدت الكاش او الاكونتس بيبل. ما عنديش تمييز ما بين انواع الماتيريال يوم ما اشتريها. هو بيميز ما بين انواع الماتيريال امتى؟ ساعه الاشهر. ساعه الاشونس هيميز ما بين قيمه الدايركت ماتيريال وقيمه الاندايركت ماتيريال. قيمه الدايركت ماتيريال وقيمه الاندايركت ماتيريال. الدايركت ماتيريال تتحط في حساب اسمه ورك ان بروسس، والاندايركت ماتيريال تتحط في حساب اسمه فاكتوري اوفر هيد. يبقى يوم ما اشترى اي ماتيريال هو بيشتريها يحطها في الماتيريالز انفنتوري. اشترى دايركت ماتيريال تتحط في الماتيريالز انفنتوري. اشترى اندايركت ماتيريال تتحط في الماتيريالز انفنتوري. اشترى الدايركت والاندايركت مع بعض يتحطوا في الماتيريالز انفنتوري. طيب لو عايز اسجل الاوشونس اوف ماتيريال، اولا اوشونس اوف دايركت ماتيريال مفيش اي مشكله خالص. انا عندي الماتيريالز انفنتوري موجود فيه دايركت ماتيريال، انا عايز استخدم الدايركت ماتيريال دي في الانتاج. هقوم شايل الدايركت ماتيريال اللي موجوده في الماتيريال انفنتوري وحاططها في حساب تاني اسمه ورك ان بروسس. يبقى الورك ان بروسس ده هيزيد ولا هيقل؟ هيزيد، والماتيريال انفنتوري هتقل. يبقى عشان اسجل الاوشونس اوف دايركت ماتيريال هيبقى ديبت الورك ان بروسس بقيمه الدايركت ماتيريال المستخدمه في الانتاج وكريدت الماتيريالز انفنتوري بنفس القيمه. يبقى اوشونس اوف دايركت ماتيريال هيبقى ديبت الورك ان بروسس وكريدت الماتيريالز انفنتوري. طب اوشونس اوف اندايركت ماتيريال نفس الكلام، الاندايركت ماتيريال موجوده في الماتيريال انفنتوري، هستخدم الاندايركت ماتيريال في الانتاج. هقوم شايل الاندايركت ماتيريال من الماتيريال انفنتوري وحاططها في حساب تاني اسمه فاكتوري اوفر هيد.
يبقى الفاكتوري اوفر هيد ده هيزيد ولا ايه؟ هيزيد، والماتيريال انفنتوري هيقل، يبقى اشوانس اوف اندايركت ماتيريال هيتسجل كده. يبقى ديبت الفاكتوري اوفر هيد كنترول وكريدت الماتيريالز انفنتوري. اوكي، يبقى البريتشيز اوف ماتيريال ديبت الماتيريالز انفنتوري كريدت الكاش اور اكونتس بيل. طب الاشوانس اوف ماتيريال بالنسبه للدايركت ماتيريال هيبقى ديبت الورك ان بروسس وكريدت ماتيريالز انفنتوري، وبالنسبه للاندايركت ماتيريال هيبقى ديبت الفاكتوري اوفر هيد وكريدت الماتيريالز انفنتوري. الاثنين دول الاشوانس، سواء الاشوانس بتاع الدايركت ماتيريال او الاشوانس بتاع الاندايركت ماتيريال، ممكن اجمعهم الاثنين مع بعض في جورنال واحد كده، بدل ما اعمل جورنال خاص بالدايركت ماتيريال وجورنال خاص بالاندايركت ماتيريال اجمعهم مع بعض، ويبقى ورك ان بروسس بقيمه الدايركت ماتيريال، فاكتوري اوفر هيد بقيمه الاندايركت ماتيريال، وكريدت الماتيريال كنترول بمجموعهم مع بعض. اوكي، يبقى البريتشيز هيبقى ديبت الماتيريالز انفنتوري كريدت الكاش اور اكونتس بيل، والاشوانس يبقى ورك ان بروسس بقيمه الدايركت ماتيريال وفاكتوري اوفر هيد بقيمه الاندايركت ماتيريال وكريدت الماتيريالز كنترول. اهم نوت هنا ان يوم ما اشتريت الماده الخام ما بيبيس، ما فيش تمييز ما بين قيمه الدايركت ماتيريال وقيمه الاندايركت ماتيريال. يوم ما اشتريت ما بميزش ما بين الدايركت والاندايركت ماتيريال، كل الماتيريال تتحط في الماتيريال انفنتوري. لكن انا بميز بينه امتى؟ ساعه الاشهر. الدايركت ماتيريال احطها في حساب لوحدها اسمه ورك ان بروسس، والاندايركت ماتيريال احطها في حساب تاني لوحدها اسمه فاكتوري اوفر هيد. اهم نوت موجوده عندك ان انا ما عنديش تمييز ما بين انواع الماتيريال يوم ما اشترى. ما عنديش تمييز ما بين انواع الماتيريال دايركت واندايركت يوم ما اشترى. التمييز بس بيتعمل يوم ما ابعت الماده الخام للانتاج، يعني يوم الاشهر. ما عنديش تمييز ما بين انواع الماتيريال يوم ما اشتريها، لكن انا بميز ما بين انواع الماتيريال فقط ساعه الاشهر. ما تنساش بريتشيز واشهر. بريتشيز ما بميزش ما بين انواع الماتيريال، اشوانس بميز بين انواع الماتيريال. بميز ازاي؟ ان الدايركت ماتيريال احطها في حساب لوحدها والاندايركت ماتيريال احطها في حساب تاني. ده بالنسبه للجورنال انتري تحت بيربيتشوال. طب لو عايز اسجل تحت بيريوديك، عايز تحت بيريوديك الحساب اسمه بريتشيز اوف ماتيريال. الحساب اسمه بريتشيز اوف ماتيريال. طب لو عايز اسجل، هم حاجتين بسجل، بريتشيز اوف ماتيريال والحاجه الثانيه اوشوانس اوف ماتيريال. طب عشان اسجل البريتشيز عادي، هيبقى ديبت بريتشيز اوف ماتيريال وكريدت كاش اور اكونتس بيل. بدل بس ما اكتب ماتيريالز انفنتوري هكتب بريتشيز اوف ماتيريال. يبقى لو انا شغال تحت بيريوديك انفنتوري سيستم والشركه اشترت ماده خام، الماده الخام اللي هي اشتريتها تتسجل ازاي؟ عادي، هيبقى ديبت البريتشيز اوف ماتيريال وكريدت الكاش اور اكونتس بيل. طب لو عايز اسجل الاوشوان، خلي بالك تحت بيريوديك ما عنديش اي تسجيل، هو جورنال واحد بس بعمله يوم ما اشتري، بعد كده ما بسجلش اي حاجه خالص طوال السنه. عشان كده ما عنديش تسجيل للاوشوانس اوف ماتيريال تحت بيريوديك انفنتوري سيستم. ما عنديش تسجيل للاوشوانس اوف ماتيريال تحت بيريوديك انفنتوري سيستم. انا اسجل بس البريتشي يوم ما اشتري، لكن بقى اللي استخدم خلال فتره الانتاج ده لا يتم تسجيله تحت بيريوديك انفنتوري سيستم. اخر حاجة نشوف مثال على الكلام ده كده. اسيوم ذات ان انا عندي المعلومات التالية. شركة اشترت دايركت ماتيريال 1000 وحدة، سعر الوحدة 4 يونت. واشترت 500 وحدة من الاندايركت ماتيريال، سعر الوحدة 2 يونت. اسيوم ذات ان الشركة ديت اشود 400 وحدة من الدايركت ماتيريال و100 وحدة من الاندايركت ماتيريال. المطلوب سجل لي جورنال انتري وافتح لي ماتيريال انفنتوري اكاونت. عادي مفيش اي مشكلة خالص. لو انا اخده كده، اول حاجه بيقول لك ان الشركه اشترت دايركت ماتيريال 1000 وحده سعر الوحده 4، واشترت اندايركت ماتيريال 500 وحده سعر الوحده 2. مفيش اي مشكله خالص. اشتريت، يبقى اسجل في حساب اسمه ماتيريالز انفنتوري، هيبقى ديبت الماتيريالز انفنتوري كريدت الكاش والاكونتس بيل. طبعا ما بميزش ما بين انواع الماتيريال، كل الماتيريال تتسجل في الماتيريالز انفنتوري، هيبقى ديبت الماتيريال انفنتوري. دايركت ماتيريال 1000 الوحده ب 4 يبقى 1000 ب 4. اندايركت ماتيريال اشتريت منها 500 الوحده ب 2 يبقى 500 في 2، يبقى ديبت الماتيريالز انفنتوري ب 5000 وكريدت الكاش والاكونتس بيبل بال 5000. تاني حاجه، الشركه ديت اشهد يعني بعتت للانتاج 400 وحده من الدايركت ماتيريال و100 من الاندايركت ماتيريال، مفيش اي مشكله خالص. الدايركت ماتيريال تتحط في حساب اسمه ورك ان بروسس، هو بعت 400 وحده يبقى 400، كنت شاري الواحده بكام؟ ب 4، يبقى 400 ب 4 ب 1600. وبعد كده اشهد كمان 100 من الاندايركت ماتيريال، يبقى ديبت فاكتوري اوفر هيد 200، الواحده بكام؟ كنت شاريها بكام؟ ب 2، يبقى 100 في 2 ب 200، وكريدت الماتيريالز انفنتوري بمجموع. خلاص، يبقى بريتشيز ماتيريالز انفنتوري وكاش اكونتس بيه. لكن اوشوانس ورك ان بروسس بقيمه الدايركت ماتيريال، فاكتوري اوفر هيد بقيمه الاندايركت ماتيريال المستخدمه في الانتاج. لو عايز اعمل كي اكونت للماتيريال انفنتوري، هو في المثال ما ادانيش بيجيننج انفنتوري، هيبقى البيجيننج انفنتوري.
البريتشز اللي هم ال 5000 اللي انت دول، يبقى دول 5000، يبقى صفر و5000، يبقى التوتال هنا 5000، يبقى لازم التوتال ده برضه يكون كام؟ 5000. الجانب الثاني موجود في الاشوري 1600 بالنسبه للورك ان بروسس و200 قيمه الفاكتور اوفرهيد. خلي بالك الاثنين دول مع بعض اللي هم الماتيريال اشوري، اوكي؟ وتبقى قيمه الاندنج انفنتوري بكام؟ دول 5000 ودول 1800، يبقى عباره عن ال 5000 ناقص ال 1800 يديك ال 3200، ده قيمه الاندنج ماتيريال. بكده اكون خلصت كل الموضوعات بتاعه الفيديو. اتمنى انك تكون استفدت. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.